بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اليوم جبت لكم ميني بيتزا ان شاء الله تعجبكم، اقتصاديه والمكونات تاعها متوجدين في كل مطبخ، وتجي خفيفه وهشيشه وتجي بنينه. نروحوا نشوفوا واش كاين عندنا. عندي هنايا الماء دافي ماشي سخون ومشي بارد، الماء دافي. عندي زوج كيسان تاع ماء دافي، زوج كيسان تاع ماء دافي، وزوج كيسان تاع حليب ثاني دافي باش الخميره تخدم لنا، ماشي بارد ومشي سخون. زوج كيسان ماء وزوج كيسان حليب وزوج مغارف تاع خميره تاع الخبز، خميره الفوريه، زوج مغارف كبار عامرين مليح. هنا كان شويه الجو بارد ولا كان الجو دافي ديري غير مغرف. زوج مغارف سكر كبار ثاني، نخلطو مليح هذا الخليط ونغطوه ونخلوه هكذاك مده زوج دقائق ولا ثلاث دقائق. ومن بعد دوك هنايا بعد ما خمرت لنا ديك الخميره، دوك هنا عندي كاس تاع لاتاي زيت فوالا، والسكر هذاك اللي درناه على جال باش ينحينا ريحه الخميره. دوك هنا عندنا مغرف تاع ملح صغيره معمره مليح، مغرف تاع ملح صغيره معمره مليح. دوك هنا عندي 6 كيسان تاع فرينه، حنحطهم دفعه واحده، هذا الكاس الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس، حنحطهم دفعه واحده 6 كيسان، وهذا الكاس السادس. هنا انا كثرت، نتوما تحبوا تنقصوا نقصوا فوالا. دوك نخلطو قبل ومن بعدها نبداو نزيدو في الفرينه بشويه حتى اللي تنشف معانا العجينه. انا هنا دات لي 8 كيسان تاع فرينه، دات لي 8 كيسان تاع فرينه، يتلمت معايا خلاص العجينه تاعنا تكون شويه طريه ما تكونش قاصحه باش البيتزا تاعنا تجينا خفيفه. فوالا هنا دات لي انا 8 كيسان تاع فرينه، انا هنا كثرت، نتوما تحبوا تخدموا كميه قليله نقصي المقادير. فوالا هاي اللي تلمت معانا العجينه كما راكم تشوفوا، خفيفه ماشي قاصحه. فوالا دوك نعطيها عجنه هكذا واحد زوج دقائق حتى ثلاث دقائق عجنه باش البيتزا تاعنا تجينا مليحه. فوالا شويه برك، اللي عندها البيتخه تحطها في البيتخه وتخليها تدور بلا ما تعجنها. دوك نحطها في الكيس هكذا بلاستيكي ونخليها تريح لمده 10 دقائق. دوك هنا لاصوص واش عندنا؟ عندي زوج حبات تاع بصل، عندي سنه تاع ثوم، كما تعرفوا انا ما كثرش الثوم، وعندي كيلو تاع طوماطيش. دوك هنا في المقله حطيت 3 مغارف تاع الزيت، دوك نحط البصل بعد ما سخنت المقله، نحط البصل هو الاول يسخن عفوا يطيب، ونحط عليه الثوم، البصل والثوم نحطهم هما الاول يطيبوا، نقص من النار كاع واش كاين ونخليهم يطيبوا. بعد ما يطيب هذاك البصل نتبدل اللون تاعو مع الثوم، نحط عليه ديك الطوماطيش بعد ما غابيتها. فوالا هنا عندنا كيلو تاع طوماطيش على حسب الكميه حتخدميها، كنتي حتخدمي شويه نقصي، انا هنا راح نكثر. فوالا دوك هنا نحط زوج مغارف صغار تاع سكر عامرين مليح باش لاصوص تاعنا ما تجيناش حامضه، مغرف تاع كمون مغرف صغيره، مغرف تاع راس الحانوت صغيره، زوج مغارف تاع عكري. فوالا تقدري ديري الطوماطيش تاع البطا اللي ما عندكش العكري، وهنايا كاس تاع لاتاي ماء باش ينحي لنا الريحه تاع الطوماطيش. دوك نخلطو كامل هادو لي زيبيس ونخلوهم يطيبوا، نقصو لها ونخلوها تطيب. هنايا مغرف صغيره تاع ملح معمره مليح، الملح على حسب الذوق، ونخلوها تطيب. دوكا شوفوا العجينه تاعنا كيفاش خمرت، شوفوا كيفاش تضاعف الحجم تاعها، ثم خمرت انا مين با هكذاك 10 دقائق ما لحقتش اي خمرت. الساشي تخليها تخمر، الساشي دير لها سخانه. دوك نحوها من الساشي، نهبطوا لها هذوك لي غاز، نحوا لها ديك الخميره شوفوا هكذا، ماشي ندلكها لا لا، نهبط لها برك في الخميره اللي فيها هكذا. هاي ليكم العجينه تاعنا، شوفوا شحال بدات طريه وملسه معانا بعد ما ريحت. دوك نبداو نديرو كرات صغار هكذا، خاطرش راح نديرها ميني بيتزا، ندير هكذا كرات صغار. فوالا تحبي تكبري تحبي تصغري كيما تحبي. فوالا هكذا هاي ليكم هنا العجينه تاعنا بعد ما كورناها كامل. انا خرجت لي هنا 36 كره، خرجت لي 36 كره. وهنا عندنا لاصوص بعد ما طابت، هاي ليكم، وعندنا هنا شويه تاع كاشير مقطع هكذا رقيق، زيتون كوبي وزيتون موف وفلفل حلو تاني مقطع رقيق،
دوك انا بداو نخبزو، نشعلو الفور. شعلت الفور درتو على 300 درجه، في درجه الحراره حطيتو على 600 درجه الحراره، وشعلتو الفوق والتحت. البيتزا تحب الفور سخون. دوكا دهنت السنيوه بشويه تاع زيت، شويه برك ماشي بزاف، ونبدا دوكا نخبز ونحط. وريحه تسلكك ليه ليه، ما تقوليش زعما تشد اليد، ما تشدش اليد. انا ساعه 36 حبه ساعه كنت كملتها، خلاص كنت كملت كامل وطيبت. ساعه كنت صايي كملت فوالا. كل 5 دقائق نحي سنيوه، كل 5 دقائق نحط سنيوه، كل 5 دقائق نحط سنيوه. كملتها تمتم تمتم في ساعه كملتها. هاي ليكم بعد ما خبزناها كامل، لازم نديرها رقيقه خدش عليها فيها خميره ريحه تخمر. من بعد دوك هذه لاصوص اللي خدمتها معاكم، نبدا نحط شويه شويه مغرف مغرف في الحبه، ومن بعد نمشيها هكذا بالمغرف فوالا. دوك عندنا هنا فلفل حلو مقطع رقيق، دوك هنا عندنا كاشير ثاني مقطع رقيق. انتي على حسب مقدورك واش كان عندك حطي، تحبي تحطي الطو حطي الطو، تحبي تحطي الدجاج، تحبي تحطي فيونداشي، واش كان عندك. دوك هنايا عندي شويه الزيتون كوبي، الزيتون يعطيها قوه بزاف شباب. هاي ليكم بعد ما حطينا لها الزيتون والفلفل وكاشير، دوك نحط لها شويه تاع فرماج، فرماج غبي هكذا تاني شويه شويه برك. والفرماج اي نوعيه تحبيها فوالا. دوك نحط لها شويه زيت الموف ونحطها في الفور، ونخلوها لمده 5 دقائق، لمده 5 دقائق، ومن بعد نركبوا عليها. شوفي لقيتها طابت من تحت نحيها، نشعلوا لها لتحت والفوق. هاوليكم شحال طلعنا لتحت والفوق، قعدت لي في الفور 5 دقائق، 5 دقائق طابت فوالا. ما تخليهاش تطول في الفور باش ما تجيكش يابسه فوالا. هكذا 5 دقائق طيب لنا وتجي لابس بها. وشنو كل فور وكيفاه، كي تلقاها طابت من تحت نحيها، ماشي كي نقول لك 5 دقائق تروحي تنحيها قبل ما تطيب فوالا. دوك نبداو نحو فيها. هاي ليكم انا خرجت لي كميه لبس بها، خرجت لي 36 حبه بصح. وشنو ثمثم كملتها، الفور كان يطيب ليه ليه، ثمثم كملتها. شوفوا طايبه وكامل، شوفوا هاي ليكم 5 دقائق بصح طابت، ما تخليهاش تطول تيبس لك فوالا، طريه معانا وكامل. دوك هذه السنيوه الثانيه راح نحطها عليكم ثاني، قرب لكم هكذا فوالا. راني كل 5 دقائق نحط سنيوه في الفور، كل 5 دقائق نحي سنيوه ونحط سنيوه فوالا. ليه ليه قلت لكم ساعه كنت كملتها، ما تخلعش زعما تقولي بزاف ولا تشدني وما تشدك ما والو فوالا. تحبي تنقصي المقادير نقصي، انا طيبتها هكذا خطره واحده على جال باش ياكلوا منها عند الحشا ويزيدوا ياكلوا منها عند الفطور فوالا. هاوليكم هذه البيتزا تاعنا بعد ما طيبناها. عليكم هاي ليكم بيتزا تاعنا طيبه من تحت وكامل ولبس بها. هذه هي البيتزا تاعنا، ان شاء الله تعجبكم، واللي عجبتكم ديروا لايك، واللي اول مره تدخل القناه دير ابوني وتفعل الجرس باش يلحقها كل جديد فوالا. نقسمها لكم هكذا باش تبان لكم. هاي ليكم شوفوا كيفاش نشفه معنا من الداخل وطيبه كامل، شوفوا تجي بنينه بنينه العجينه، وتجي خفيفه. داك الحليب يعطيها واحد الهشاشه، تجي بزاف خفيفه على جال هذوك الكيسان تاع الحليب فوالا. هذه هي البيتزا تاعنا، ان شاء الله تعجبكم، شاهدكم في الجنه. ما تنساوش ديروا لايك فوالا. وهذه الكميه اللي بقات لي بعد ما كلاو كامل، بقات لي هذه الكميه، نحطها في الفريجيدير ونخليها هكذا. واش نحطها في كيس بلاستيكي ونخلوها وقت اللي تحب يحبوا ياكلوا. جبدي حط لها شويه فرماج، حطها في الميكرووند وخليها فوالا تسخن برك فوالا. هذه هي قلت لكم انا درت كونتيتي كبيره على جال باش ياكلوا عند الحشا ويزيد ياكلوا عند الفطور. وانت تحبي تنقصي نقصي، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ديروا لايك ما تنساوش. مع السلامه.